لقد مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، برنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين في مجال العمارة والتصميم الإبداعي تحت مسمى برنامج موهوبو العمارة والتصميم، والذي تنفذه موهبة بشراكة استراتيجية مع هيئة فنون العمارة والتصميم تحت مظلة وزارة الثقافة، تطوير وتنفيذ برنامج إثرائي للعمارة والتصميم للطلبة الموهوبين من المرحلة الثانوية. ويهدف البرنامج إلى تأسيس مبادئ التصميم الإبداعية والتفكير التصميمي من خلال برنامج إثرائي لتنمية موهبتهم، ينطلق بطلاب في رحلة متكاملة من تأسيس وتطوير وتعزيز مهارات التصميم والتفكير الإبداعي والتطبيق للطلاب في منظومة الرعاية، تشمل تخصصات هيئة فنون العمارة والتصميم، حيث يحتوي كل تخصص على عدد من المفردات المختلفة التي سيتعرف عليها الطلاب من خلال البرنامج التدريبي، مثل التخطيط والتصميم الحضري والعمارة والتصميم الداخلي. والمخطط تنفيذ البرنامج الإثرائي مدمجا مع البرامج الإثرائية الأكاديمية للصيف، وتقديم الوحدة من ضمن الوحدات المقدمة في البرامج الأكاديمية، حيث سيستفيد من برنامج أكثر من 130 طالبا وطالبة مقسمين على 6 مجموعات في 3 مدن، وهي الرياض وجدة والدمام. رؤية المملكة 2030، وتحقيقا لهذه الرؤية تعمل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة مع شركائها على اكتشاف ورعاية واستثمار ما يزخر به وطننا من طاقات بشرية شابة موهوبة ومبدعة في شتى المجالات، لنؤكد أهمية شراكات موهبة مع منظومة الثقافة والمتمثلة اليوم بالشراكة بين موهبة مع وزارة الثقافة وهيئة فنون العمارة والتصميم، لتطوير وتنفيذ برامج متخصصة في مجال العمارة والتصميم الإبداعي، لتوفير إثراء نوعي للموهوبين بتوسيع مداركهم وخبراتهم وتمكينهم في مجال العمارة والتصميم، وإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف في هذا المجال. وسينطلق البرنامج اليوم الأحد ويمتد لمدة 3 أسابيع بالشراكة مع عدد من الجامعات والجهات الرائدة، حيث ينفذ البرنامج حضوريا في الجامعات المحلية والمتمثلة في جامعة الملك سعود للبنين بالرياض، وجامعة الأمير سلطان للبنات بالرياض، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام بنين وبنات، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة بنين وبنات. في هيئة فنون العمارة والتصميم بانطلاق برنامج موهوبو العمارة والتصميم، وهذا هو البرنامج الأول من نوعه الذي يقدم للطلبة الموهوبين في المملكة، وبالنسبة لنا بذرة نزرعها اليوم في فهم أوسع لمجال العمارة والتصميم من خلال النظر من خلال المشاريع ومعرفة للمدينة للمباني وللتصميم الداخلي من خلال عدد من المفاهيم. التصميم في الأساس هو حل المشكلات، واليوم البيئة المبنية نواجه فيها عدد كبير من هذه التحديات. من خلال منهجيات التصميم والتفكير التصميمي تحديداً، يكون عند طلبتنا إن شاء الله الموهوبين فرصة لإعادة النظر في هذه التحديات وإيجاد حلول من خلال توسيع آفاقهم. لذلك بالنسبة لنا مسؤوليتنا كبيرة جداً من ناحية تحسين هذا المشهد، ولكن من خلال تمكين المواهب بحيث أن هذه المواهب تكون جزء أساسي من بناء الوطن والوصول لمراحل جودة الحياة العالية، وكذلك أن نضع المملكة على خارطة اللي هي الإبداع العالمي. برنامج موهوبو العمارة والتصميم يجسد شراكة نوعية بين مؤسسة موهبة وقطاعات وزارة الثقافة من أجل الاستمرار في اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المجالات. أبارك لفريق العمل خاص بمؤسسة موهبة
وزارة الثقافة وهيئة فنون العمارة والتصميم جهودهم الحثيثة في تطوير وتدشين برنامج موهوبو العمارة والتصميم، حيث يمثل هذا التدشين اليوم الأول حصاد ثمار هذا التعاون بين الجهتين، بعد أن وقعنا وبحمد الله مذكرة التفاهم في ديسمبر الماضي، والتي سوف تتيح لنا العمل من خلالها على توفير فرص الاكتشاف والرعاية وصقل المواهب الثقافية والفنية للوصول إلى ما يطمح له القطاع الثقافي. وكذلك نحتفل اليوم بإطلاق التجريبي لبرنامج الكتابة الإبداعية بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، والذي سيكون تدشينه بنسخته الأخيرة في العام الدراسي القادم بإذن الله. عملنا مع مؤسسة موهبة يعكس جهود وزارة الثقافة في تنمية القدرات بنموذج التعاون وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الوطنية في كافة القطاعات الحكومية. غير ذلك هو محور عملنا الرئيسي في وكالة الشراكات الوطنية والتطوير، والتي تعمل بالشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والعام والغير ربحي. سوف نعمل لتحقيق المكتسبات من هذه المبادرات بالتعاون مع المؤسسة والاستفادة من خبرتها الطويلة والمتأصلة في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين في المملكة وخدماتها الواسعة التي تقدمها للطلاب والطالبات الموهوبين. وفي الختام نتمنى للطلاب المسجلين في هذا البرنامج في المقرات المختلفة رحلة تعليم متكاملة تجمع بين الفائدة والاستمتاع، ونتطلع لرؤية مخرجاتهم الإبداعية في العمارة والتصميم، وأن نستمر في العمل معا لتغطية بقية القطاعات الثقافية والفنية. العمارة والتصميم سعداء جدا بإطلاق البرنامج اليوم. نؤمن من خلال شراكتنا مع موهبة أننا فعلا اليوم نضع بصمة في خلينا نقول العالم الإبداعي من خلال تمكين موهوبينا في المملكة في شتى المدن المختلفة، أن يكون لهم دور أنهم يتعلمون جوانب متعلقة بأنهم كيف يصنعون بيئاتهم، وهذه البيئات فعلا بالنسبة لنا نعتقد أنها تحتاج أيدي وطنية، وهذا اللي بنشوف نتاجه خلال السنوات القادمة إن شاء الله. خلال 3 أسابيع نبدأ نشوف بعض هذه الإبداعات، ولكن من بعدها بكثير نحصد البرامج يعني بشكل مستمر من خلال طبعا مشاركتنا المستمرة والتمكين ما بين مؤسستينا. فشكرا جزيلا ونبارك للجميع، وإن شاء الله يعني هذه هي فقط البداية. ترجمة
تخصصات العمارة والتصميم هي تخصصات مهمة جداً تحديداً لأنها تعنى بحل المشكلات، والتصميم ممكن يعني يعرف بشكل بسيط بحل المشكلات، وتحديداً لما نتكلم عن تحديات موجودة اليوم في شتى المدن أو المباني أو حتى إشكالات من ناحية تجارب الزوار وغيرها، هنا ممكن للتصميم أنه فعلاً يكون له دور فاعل. طبعاً برنامجنا اللي هو برنامج هيئة فنون العمارة والتصميم مع موهبة يعنى بتعريف الموهوبين مو بس خلينا نقول المنهجيات والمصطلحات والمفردات اللي هي الخاصة، لكن كذلك يعنى بتعريفهم بكيف طرق اللي هو حل بعض هذه التحديات من خلال فهمها بالشكل المناسب، تحليلها بشكل واسع، وكذلك لوضع عدد من الحلول والتجربة المستمرة في أنه كيف هذه الحلول ممكن أنها تطبق. طبعا لما نتكلم عن هذه التحديات ممكن نتكلم عن أشياء تلامس حياة جميع الناس، من زحمة، من استهلاك طاقة، من زيادة مثلا انبعاثات كربونية، كل هذه الأمور يعني يمكن بعضها نشوفها ونحس فيه وبعضها لا يمكن مخفي بشكل كبير. فهذا جزء أساسي من البرنامج من ناحية أنه كيف ممكن نعطي الموهوبين الأدوات إنها اللي تمكنهم إن شاء الله مستقبلاً إن يكونون يعني من المستخدمين لهذه المهارات في مجالات مختلفة، سواء دخلوا مستقبلاً فيها تخصص العمارة أو التصميم أو إنهم دخلوا تخصصات أخرى، لأنه هذه طريقة تفكير وأوسع بكثير من التخصص. حضارتنا بدأت من تراثنا، بناها آباؤنا وأجدادنا، وبهمتنا وطموحنا حافظنا على هويتنا، واليوم نكمل مسيرتنا.